اسعد الله صباحكم متابعي الذئاب وحياة الجبال. طبعا راح اشوفكم مساكننا المؤقتة بالجبال، حياكم الله جميعا. هذا المسكن المؤقت مبني من الأحجار، طبعا نضع فوقه أوراق الأشجار ونايل لعزل الأمطار، نضع فيه المونة ونضع فيه الجبن أيضا. وهذه غرفة أخرى لم يكتمل بنائها، طبعا أيضا مسكن مؤقت لمدة 20 يوم ما يقارب الشهر. ما شاء الله تبارك الرحمن على الجو. طبعا هذه البيرية نحلف فيها الأغنام، وهذه جوابي أو مساقي تشرب منها الأغنام الماء. طبعا ساحبين ماء من النبأ، من رأس النبأ، ساحبين ماء من رأس النبأ إلى الجوابي لكي تشرب الأغنام الماء. ما شاء الله تبارك الرحمن على الأجواء الطيبة. طبعا هذا البناء لم يكتمل حتى الآن. معلم يا قالوا علامة، قلت كل علامة. Thank you.
ليش بحيث؟ المهم ما تصفق، لا تصفق ما عليك، عنده ثمر برميل تقدر تحطها.